ديريكتور دي لاكسيون بلو بازار اللي صايره اليوم نهار الاحد 5 جوان في الفيو فور في حسيبه في بنزرت. بون انا ايتيديون اون تروزيام اني لوجيستيك ترانسبور انترناسيونال في ايجاد بنزرت ومبر في الجي سي اي ديبوي 2021 اون كولابوراسيون مع الاتحاد العام التونسي اللي عند الاشخاص القصيرين بعينين ويتام ومع اكسجين اف ام بالبلديه نتاع بنزرت وبرشا مشتين اخرين في المجتمع المدني نظمنا المعرض هذا اسمه بلو بازار كما قلنا من الاول. المعرض هذا يعرض المنتوجات اللي صنعتهم الاشخاص ذوي احتياجات خاصه وعندهم اعاقه يعني في الذهنيه. دونك كما شفتوا في التصاور المنتوجات ياسر محليهم في برشا دومانات كما في الفخار في الفوبيجو فما زاد في تابلو بانتور ياسر محليهم ديجا زاد عندنا ابار لستون عندنا البرودوي اللي تلقاو فيهم مضمين زاد ورشه حيه يسمعوا فيهم الصغيرات المنتوجات قدم العباد باش يوريو القدرات نتاعهم بالكدا بطبيعة معنا إكيب تانيما سيوم حفلة النجاة على الأخر وإحنا بالنسبة للمدافين راهو الكل باش ترجع للدعم ديجا الناس الكل في تشري تدخل من عندهم وصل نتاع دعم وحسب ما راه يعني فما مبيعات والأمور ماشية كيما نحبوها ونشجع على الكل باش تجي تشري ويعطيكم الصحة.